أي رغبة. هل تشي للحيوان القابع في دواخلي أني كنت أستقبحه أنما استقباح؟ أما الآن فأريد أن أتركه على سجيته المتطلبة غير المثقلة بأي سؤال، وأدعه يحصل على جرعته من اللذة التي كنت أستهجنها هي الأخرى، لسبب أجهله أو سبب أتجاهله. إن الشهوات تذكر الإنسان بالحيوان البهيمي الذي لم ينتهي فيه تمام الانتهاء ولن يفعل، فتجده يسجن حيوانه ويستنجسه حتى، ويرتكب ذلك مرة بعد مرة بعد مرة، أو يشعر بالانتصار المبتذل حين يشبع شهوة لا يثقلها عبء المعنى، الشهوة التي غايتها هي تحققها في حد ذاتها وحسب. أجل يشعر بالانتصار حيث أن الحيوان فيه لا زال يقظاً ومقتدراً، إلا أنه كلما جهر الحيوان كان جهره أكثر إلحاحاً، كمن استعصى فيه مخدر اعتاده فما خدره فأراد مخدراً أعتى منه أو جرعة أكبر. كلما أخرج الإنسان حيوانه ازداد حيوانه تطلباً وزيغاً وشرهاً، إلا أنه مستصاغ رغم ذلك. والسبب الأكثر وجاهة هو انصراف البيان والشيطان كلما ظهر الحيوان متجلياً بما تقتضيه الرغبة الباذخة الحرة غير الممنهجة. كذب الذين ألصقوا الشهوة بالشيطان، كذبوا. إن الشيطان لا يمكن أن يبدأ إلا حين ينتهي الحيوان، كذبوا. بالكاد تجف رائحة البصاق على أيديهم التي تعودت الاستمناء في الخفاء حتى إن توفرت الفروج، مذعنين لبهيميتهم الطاغية، متنصلين من الأعين الرقيبة العتية، كذبوا. وقد فاحت منهم روائح الصلاح الفاجر والبيان المجندل الذي أضحى يطوق للتعفن في التكرار وإعادة الكرات حياة بعد حياة، كذب الذي ألصق الشهوة بالشيطان. بل إنها الملاذ من الإنسان الذي لا يدرك حيوانيته، الملاذ من بذل الشيطان لفهم معنى الحياة. إن الشيطان بريء من الإنسان وتهمه، وأكثر التهم إجحافا في حق الشيطان هي وجوده. نعم، إن أنكى ما هناك من تهم أن تتهم بوجودك، بل لا تكون موجوداً لتدرك أنك متهم بوجودك. وإن شبهة الوجود للا موجود وللا موجد هي من جعلت من الحيوان البشري المسخ الذي يدعى إنساناً. الشيطان تمثل للصراع الدائم بين الإنسان المختلق والحيوان البشري الذي هو الأصل فيه. ودعوني أقول بكل ثقة أنه لا وجود للإنسان بعد. الإنسان الذي تتوهمونه هو مسخ. أما الإنسان فلم يستطع أي حيوان منا أن يكونه. لو أذعن الحيوان البشري لطبيعته دون أن يحاول إلصاق قيم مغرضة لمتطلباته الغريزية لفشلت خطة الإرادة المحضة، ولأنقذ الحيوان البشري نفسه
من أن يصبح مسخا تحت اسم إنسان، إنسان مأمول على أي حال. ولأخذه وعيه لأن ينهي حياته. إن أقصى إنجاز يمكن للوعي أن ينجزه هو أن يختصر المسافة المضنية بين ولادة الحيوان البشري وموته. لا، بل إن أقصى حالات الوعي لن تتحقق إلا بقتل الحيوانات البشرية حتى قبل أن تولد، قبل أن يبث في الأرحام أي مسخ. لو أذعن الحيوان البشري لطبيعته دون أن يسقمه وعيه المغرض لما استمرت نكبة الحياة. إلا أن هذا المسخ الذي يدعى إنسانا أصر أن يعطي لكل شيء قيمة ومغزى وغاية كي يقبله أو يتقبله، وكي يحجب بهيميته فاخترعا تسمية توحي بأنه إنسان متحضر، تسميات كالأقنعة تماما، تسميات مضللة كالحب، الكره، الوطن، الغربة، البراءة، الكرامة، الإخلاص، الخيانة، الأصالة، القدسية، الإيمان وغيره من تسميات مغرضة، والغرض منها تشديد الأغلال والأقفال على الحيوان البشري أو إيهامه أنه على قدر من الأهمية كي يستمر في نكبته، حياته. وما الأهمية على أي حال؟ ماذا فعلت القيم للحيوان البشري؟ هل عتقته من بهيميته؟ هل جريه الدؤوب اللاهث في تحقيق ذاته التي لم يكتشفها عتقه من بهيميته؟ ما زاده دأبه وحماسه إلا طمعا لما يفوق حاجته، بحثا عن الأهمية الجديدة المحدثة. ما زاده دأبه وأعماله إلا جشعا وأنانية ووهما وحبا في التملك. إن الحيوان البشري واهم حتى في أبسط تفاصيل حياته، ابتداء من أبسط أشيائه التي يعتقد أنه يمتلكها، وهي التي إن تأملتم قليلا تمتلكه. فأنت ما إن تمتلك شيئا حتى تجده هو امتلك، تبذل في سبيل الحفاظ عليه، تبذل في سبيل أن تجعله يشغر موضعا في عالمك. سريرك الذي تلوذ إليه امتلكك رغما عنك، بيتك الذي وهمته استقرارك سجنك وأصبح لعنة عليك. نعم، لعنة اسمها العودة، لأنه امتلكك وأنت تعتقد أنك أنت تمتلكه. لا تستطيع الهروب منه وتوهم نفسك أنك لذت إليه. وكم منا ملعون بما يمتلكه بعد أن تملكه. هذا مثال لستم مطالبين بتفهمه، فكروا فقط في الحيوان البشري الذي ينعكس في مراياكم ولا ترونه، لأن جلودكم تقف بينكم وبينه حائلا، ولأنكم لا تنظرون إلا بأعينكم. إن الحيوانات البشرية يصعب ترويضها حين تشتد الرغبة والشهوة في أعتى تجلياتها، وقد وعي أدهى التجار والوصوليون الانتهازيون بذلك، فأضحوا
أكثر دهاء من الشياطين المختلقة، ووعدوا الحيوان البشري بحيوات أخرى ينتهي فيها الإنسان ويبدأ الحيوان. لقد ضللوا الإنسان اليوم وسرقوا حيوانيته ووعدوه أنه سيحظى بها هي ذاتها، بل ببهيميتها أيضا إذا وافق أن يروض ويدجن تحت مسميات بعينها كمسمى الأخلاق مثلا. إن تخليق الحيوان البشري وأنسنته لأمر مربك. لا عليكم أنتم، تخلقوا ما شئتم أيها المتحضرون، تأنسنوا. أما أنا فقد أغرتني كل رغبة مؤجلة أن أعجل بها، حتى وإن استدعى الأمر أن أطلق لحيوانية العنان كله وأعتق وحشيتي، حتى وإن افترست كل معالم الإنسانة، الإنسانة التي أتوهم أني إياها. ثم انظروا للإنسان المسخ، ما أفجره، ما أظلمه، ما أبخسه. إن الحيوان الحيواني أفضل من الحيوان البشري، لأنه لا يعيبه الطمع، ولأنه لا يضر نوعه. أما الحيوان البشري الذي مسخ إنسانا هو طماع جشع، لهذا تتكالب علي إنسانيتي، وكلما انتشى الحيوان في طمع في نشوة أقوى وأكبر. وليتني أتعلم كيف أتوقف عن التفاقم والتعري غير المجدي بالضرورة. إن تنصلي من توب الإنسان لا يعريني، فلأتعرى عريا جديدا، فلأتعرى من جلدي علي أصل الذروة القصوى، على أن لا يلبس أحد جلدي بعد أن أنسلخ منه. أخشى أن يشتبه علي جلدي إن تنصلت منه. إن آفتنا يا سادة هي أننا لبسنا جلدا واحدا مهما تنوعت ألوانه، جلد طمسنا حتى ما عدنا نتبيننا. أما جلدي أنا، ذلك الذي أنتزعه من نسيجكم المتفتق، فقد تقرح، ألفظوه عنكم، اسلخوه عنكم، اتركوه وامضوا ولا تنظروا خلفكم أيها المشتبهون المثاليون. أعيدوا إلي حيوانيتي، أنا الحيوان البشري الرافض لجلد ألبسوه إياه دون موافقته. خذوا كل شيء تتباهون به أيها المسوخ التي تدعي أنها الإنسان. خذوا أديانكم وأوطانكم وقومياتكم وأعراقكم وتاريخكم ولغاتكم وحضاراتكم، أنا أراها ما جعلتكم غولا ينهش نفسه. أما أنا فحتى إن كنت غولا فلست أتلذذ بالنهش، ما أنا إلا حيوان بشري لا يرفض التيه، فقد يقوده لوجهة لن تطأها أقدامكم.